ونوه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد بالإنجازات الكبيرة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، ومؤكدا بأن ميزانية الدولة تعتبر تتويجا لجهود الملك. في هذا اليوم الغالي على قلوبنا نؤكد الولاء ونجدد البيعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله ورعاهما وأيدهما بعزه ونصره، كما نهنئ أنفسنا ونهنئ الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية. في هذا اليوم السعيد نستذكر العديد من المنجزات الكبيرة والهامة خلال فترة تقلد سيدي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، ويأتي في مقدمتها الإعلان عن رؤية المملكة 2030 وإطلاق العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية الهامة مثل مشروع الجدية والبحر الأحمر ونيوم والعلا وبوابة الدرعية وغيرها من المشاريع الاقتصادية والصناعية والتنموية التي سوف يكون لها أثرا كبيرا في تنمية اقتصاد المملكة. ولقد توجت جهود سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين التطويرية والتنموية بإعلان أكبر ميزانية إنفاقية في تاريخ المملكة، والتي سوف تكون بإذن الله تعالى رافداً أساسياً من روافد دعم اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل وإيجاد الوظائف الملائمة للمواطنين.